سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، كنا نتكلم عن تعريف التوحيد شرعا، وذكرنا التعريف اللي في الكتاب وهو إخراج يعني هنا التعريف هنا مبني على إيه؟ معنى اعتقاد التوحيد، يعني ما معنى موحد هو الذي يعتقد أن المعبود سبحانه وتعالى ممتلئ بالعبادة، وكذلك يعتقد أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، يعني لا يكون موحدا إلا إذا طابق هذا التعريف. هذا من ناحية الاعتقاد فقط. أما من ناحية أن التوحيد علم أو أن التوحيد مثلا يبحث في قضايا معينة وله تعريف آخر، وهو إثبات، وقيل التوحيد برضو نفس المعنى الاعتقاد الشرعي، له تعريف آخر لأنه كثرة التعريف، لكن الاعتبارات مختلفة. إذا رأيت اختلافا فهذا باعتبار وهذا باعتبار آخر، وليس هناك تضاد أو اختلاف بين ما ذكر من تعريفات العلم أو دين. هناك فرق بين تعريف التوحيد وتعريف علم التوحيد. إذا قلنا ما هو تعريف التوحيد أو ما هو التوحيد، تذكر هذا التعريف. ما هو التوحيد؟ إيش علم التوحيد؟ هو إفراد المعبود بالعبادة، يعني كيف يكون الإنسان موحدا إذا أفرد، يعني توجه بالعبادة إلى الله وحده مع اعتقاد أنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. والوحدانية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال تقتضي نفي الكم المتصل والكم المنفصل، ولا يوجد توحيد وراء ذلك. إذا سموا توحيد الحاكمية، توحيد الأسماء والصفات، أي توحيد، توحيد الخالقية، توحيد الربوبية، كل راجع إليه توحيد الذات. لو أنهم تدبروا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، لو تدبروا حيجدوا كل ما يأتون به من محدثات وأمور جديدة يظنون أن علماء أهل السنة والجماعة قد غفلوا عنها، إنما هي داخلة في إطار هذا التعريف. الذات والصفات والأفعال، فكل ما يقولون إما أن يرجع إلى الذات، إما أن يرجع إلى الصفات، إما أن يرجع إلى يسموه توحيد الأسماء، ما هو نفسه توحيد الأسماء. الأسماء هي صفات في الأصل، ولله الأسماء. فلماذا سميت أسماء وهي صفات؟ يعني الحق سبحانه وتعالى ليس له إلا اسم واحد، الله له العلم، وما عداه صفات. ليه؟ لأنه يوصف الاسم الأعظم ولا يوصف به، فتقول الله الرحمن الرحيم الملك، كل هذه ترجع إلى موصوف واحد اللي هو الله، فهو علم. لكنها لما بلغت الكمال في الحق سبحانه وتعالى ولم يشاركه فيها أحد، بحيث إذا أطلقت لا ينصرف الذهن إلا على الله. فإذا سمعت مثلا الرحيم، أول ما يتبادر إلى الذهن الحق سبحانه، لا يتبادر أنه يعني واحد من أهل الطب عنده رحمة، أو كما يسمونهم في شبه ملائكة الرحمة، أو لا يتبادر إلى قلبه أرحم الرحماء، حتى الوالد مثلا هي أرحم بابنه، لا يتبادر إليه. فلكن ينصرف الذهن مباشرة إذا قلت القادر، أول ما تسمع القادر
حتى ولو تسمى أهل الأرض والسماوات بهذا لا ينصرف الذهن إلا القهار الجبار. فلما إن كان سبحانه وتعالى بلغ فيها مبلغ الكمال ولم يشارك فيها أحد صارت بمثابة أو بمنزلة أعلام فأطلق عليها أسماء. فقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء ولله الأسماء. إذا هي إيه؟ بلغ أو أنها إيه؟ نزلت منزلة إيه؟ الأعلى. فالتوحيد فيها راجع إلى إيه؟ التوحيد إيه؟ الصفات. وكذلك ما يقال من الحاكمية والربوبية والخالقية كل راجع إلى الصفات أيضا. نحن في نظره في التوحيد نجوز يعني موحدون بالنسبة لما يقولون في الربوبية ومشركون عندهم في الألوهية يقولون على الأشاعرة أو على أهل السنة والجماعة ذلك يقولون عنك وعني وعن الجميع عندهم الوضع النصراني أنهم مشركون في توحيد الألوهية ولكن الحمد لله أنهم يعترفون بأننا موحدون في كويس لما ما كفرناش من كل الجهات اعترفوا لنا بالقسم لأن شاركناهم في واحد من الثلاثة وقد نشاركهم في الثاني وإن شاء الله نأخذ الثلاثة كلها ولا نترك لهم شيئا. وقيل الآن هنعرف إيه تعريف آخر هو إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات برضو اختصار للمعنى فقه بالذات غير ايه مشبهة لا تشبه ايه ذات اخرى ولا معطلة عن الصفات ده تعريف. في تعريف من حيث ايه انه علم يعني تعريف علم التوحيد يعني من حيث ايه قضاياه وموضوعه ومسائله. علم هنا خلاص لما قلنا علم هو بينظر الى ايه الى تعريفه ايه من ناحية كونه علما. شكرا معناه سكر واحد دكتور اهو دكتور محمد دكتور الله مهما كنا شغال مكروفون علقوا لك سنة دكتور سنة ان يسمع الناس لا حاضر دكتور فاذا سمعوا اخفضه مرة ثانية. وتعريفه من ايه من حيث انه علم علم يقتدر به بعض قال يقتدر معه يعني في معه في ايه به على اثبات العقائد الدينية من ادلتها اليقينية من ادلتها اليقينية هناك في الفقه يقول لك ايه من ادلتها التفصيلية لأنه قد يكون الدليل قطعي وقد يكون إيه ظني أما هنا يشترط أن يكون الدليل إيه يقينيا يعني قطعيا والأدلة إيه من حيث القطعية في الثبوت والدلالة كان أربعة قطعيهما يعني قطعي الثبوت والدلالة وظنيهما يعني ظني إيه الثبوت والدلالة وقطعي احدهما ظنه الاخر يعني الثبوت او الدلاله والعكس من كلا الاقسام اربعه فيستبعد منها ثلاثه في باب الايه الاعتقاد وعاوزين قطعي الثبوت وقطعي الايه هذا على الاقل في اصول العقائد اما في الفرعيات او الجزئيات يمكن ان إيه يدخل فيها الاحاد او الظن انما الاصول لا لأن الأصول مثلا هذه عقيدة واحدة من أصول العقائد ثبتت بحديث أحد أو بدليل ظني إذا كان الحق سبحانه وتعالى نعم على أهل الضلال بقوله إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني
دون الحق شيئا، يعني معناها لا يمكن أن تبنى عليه مسألة اعتقادية مهما كان هذا الظن، ولو كان حتى إيه ظنا راجحا، طالما لم يبلغ إلى حد القطع لا نستطيع أن نبني عليه إيه حكما اعتقاديا. لكن في المسائل المتصلة هي في مجال العقيدة التي يعني يستأنس بها ممكن مثل إيه السمع، لكن في الأصول الوحدانية البعث مثلا البعث من العقائد العظمى العقائد الكبرى من أصول العقائد من أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، هذا لم يثبت فقط بالمتواتر، ده ثبت وهذا معلوم من الدين بالضرورة، ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والرسالات السابقة وكل الأدلة والعقائد المخالفة أيضا فيها الإيمان باليوم الآخر، فلا يقال إنه ده ثبت بدليل قطعي فقط، ده يعني إجماع وأصلح شيئا معلوم من الدين بالضرورة، علم يقتدر به أو معه على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. وموضوع يعني الموضوع بتاعي ذات الله، ذات الله يعني احنا هنبحث وحنتكلم وحنشرح في ذات الإله سبحانه وتعالى، وقد نهينا عن ذلك وبشريتنا ليست عندها الطاقة للمعرفة، وهذا أمر غير ممكن للبشر، بل لم نكلف به، والبحث في ذات الله إشراك. قال لك لا، موضوعه ذات الله من حيث الواجب، يعني ما يجب لها وما يستحيل وما يجوز، هذا هو إيه المنار أو محل الإيه التكليف والبحث، يعني نبحث فيما يجب لله تعالى وفيما يجوز وفيما إيه يستحيل، هذا هو المجال يعني من هذه الناحية، يعني ذات الله سبحانه وتعالى ليست معلومة من كل الوجوه وليست مجهولة أيضا من كل الوجوه، يعني في علم من وجه وفي عدم علم من وجوه كثيرة، وكذلك لم يقتصر علم التوحيد على البحث أو على معرفة ما يجب للذات الإلهية، ولما نقول الذات يعني حياتكم أيضا صفات طبعا، يعني ما يجب الله تعالى ذاته وصفاته وكذلك أفعاله، لم يقتصر علم التوحيد على ذلك، بل إنه يشمل أيضا البحث في ذوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني هو ليس خاصا بالإيه بالألوهيات، ولكن حتدخل فيه إيه مباحث النبوات والسمعيات والممكنات، وحيدخل فيه مسائل أخرى غير إيه ما يتعلق بإيه بذات الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، حيدخل فيه أيضا البحث في الممكنات يعني في الموجودات من حيث دلالتها على صانعها، يعني حنبحث قضية حدوث العالم ليه؟ قالت عشان هذه الممكنات وهذه الموجودات تدل على إيه؟ على صانعة، مش بيستدل بها على وجود الصانع، فلها إيه؟ مدخل ولها إيه؟ أهمية في دراسة علم التوحيد. يبقى إذن حيبحث في ذات الله وصفاته وأفعاله، بس من إيه؟ من ناحية الواجب والجائز والمستحيل، لا يبحث من حيث الكون والحقيقة، هذا لا يدركه الايه البشر، وهذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، ويبحث في ذات الرسل كذلك من حيث ما يجب لهم او ما يجب في حقهم وما يجوز وما يستحيل، والصفات الواجبة والمستحيلة في حقهم من العصمة والأمانة والتبليغ، هذا هو الواجب والمستحيل هو ضد ذلك، والممكنات من حيث دلالتها على صانعه، والسمعيات يعني الأمور التي إيه
نستدل بها أو نثبتها من طريق السمع ولا مجال للعقل فيها. يعني العقل إيه؟ ما فيش أدلة فيها عقلية، كل أدلة إيه؟ سمعية. السمعيات. نعم. المهم الأصل الاعتماد عليه الدليل إيه؟ السمعي. طب لماذا يبحث أو نبحث في السمعيات؟ من حيث اعتقادها، ما أنت مأمور ومكلف باعتقاد أنها حق، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بما في أعده الله تعالى في الجنة وكذلك بما أعده في النار لأهلها، والإيمان بالصراط والحشر والميزان. ألسنا مكلفين بالاعتقاد أن نعتقد أن هذه الأمور حق؟ فواجب علينا أن نعتقدها، أيضا هي من مباحث الاعتقاد، فدخلت في هذا التوحيد من هذا الجانب، من حيث إننا مأمورون ومطالبون باعتقادها. إذن السمعيات من حيث اعتقادها، إذن ثمرة أو فائدة هذا العلم معرفة ما يجب لله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته وأفعاله ورسله، وكذلك ما يتصل بذلك من مباحث وأمور السمعيات والنبوات، معرفة ذلك بالبراهين القطعية والفوز. ليه بالبراهين القطعية؟ حتى يكون الإنسان ثابتا ومستقرا في اعتقاده وفي إيمانه، لا يعتريه شك أو لا يدخل إلى قلبه أدنى زيغ، فيكون مطمئنا. فلو نشر بالمنشار لا يترك هذا الاعتقاد، ولو يعني اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن يدخلوا الشك أو الزيغ إلى قلبه ما استطاعوا. شوف كيف كان ثبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان رغم ما تعرض له من أذى وتحديد وبطش. انظر مثلا ما ضربه الله تعالى لنا في القرآن من مثل، عندما آمن وعلموا الحق سحرة فرعون، ماذا قالوا؟ قالوا آمنا بربنا. كان إيمانهم عن يقين، ولذلك عندما هددهم وتوعدهم بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسيصلبهم في جذوع النخل، لم يتركوا هذا الإيمان. قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه حياتك. فإذا كان الإيمان عن يقين لا تزحزحه الأعاصير ولا تدخل فيه الشكوك أو الأوهام، أما إذا كان مجرد اتباع أو تقليد أو ظن أقل كده، شكت إبرة كده تخلي الإنسان يرتد، لأنه ليس ثابتا ولكنه على شفا جرف النار. مثله كمثل شجرة خبيثة تثبت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس هناك ثبات ولا تمكن. فالبراهين القطعية معناه الثبات والتمكن على هذا الدين. ومع ذلك بعد أن نعرف بالأدلة والبراهين القطعية، نسأل الله تعالى الثبات والتأييد، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وقد كان يدعو بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت، بعد أن عرف وظهر اليقين ووضح نور الشمس، ومع ذلك يدعو، لأن القلوب بيد الله سبحانه. قد يعتري الإنسان أمور أخرى غير الأدلة اليقينية، يعني هناك أدلة واضحة كالشمس، ومع ذلك هناك عناد عند الناس واستكبار عن اتباع الحق. فقد يتبين الحق للإنسان ومع ذلك لا يتبعه ولا يؤمن به. لماذا؟ من أجل العناد أو الكبر أو طمس البصيرة أو عدم التوفيق. فالهداية بيد الله وحده، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلازم الإنسان يطلب التثبيت دائما ولا يكتفي بالوصل إلى البراهين وإلى القطع وخلاص، لا يتزلزل ولا يتزحزح ومهما كان أبدا ما تملكش. لذلك تطلب من الله تعالى أن يثبتك
يعني البراهيم والأدلة مش هي اللي هتثبت، إنما التثبيت من مين؟ ولكن جعل الله تعالى أسبابا، وقد توجد ولا يوجد الإيه؟ الإيمان. قد توجد هذه الأسباب كلها وتقوم الأدلة واضحة مثل الشمس، اقتربت الساعة وانشق القمر في بعد كده يعني، ومع ذلك رأوا ذلك بأعينهم وقالوا إيه؟ بل نحن قوم مسحور، يعني قالوا إن هذا سحر. يبقى ثمرته معرفة الله تعالى ومعرفة ما يجب وما يجب الآخر بالبراهين القطعية والفوز بالسعادة الأبدية، وقبله أنه أشرف العلوم لكونه متعلقه، يعني تشرف العلوم بشرف موضوعها وبشرف متعلقها، وهو يتعلق بالبحث في أشرف شيء وفي يعني أساس الإيمان وأساس الدين وذوات الرجل عليهم الصلاة والسلام، فهو أصل لما سواه، يعني ما سواه تبع له، ولذلك سمي بعلم أصول الدين، علم أصول الدين هو علم التوحيد. يلا سيدي شوف كده فين بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين آمين. الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد عرى الدين عن التوحيد. قوله وقد عرى، يقال عرى يعرو عروا، هي اصلها عشان تبقى عارف مش عرى، عرى هنا حيبقى المعنى ايه غير الذي اراد. عرى يعرو عروا، عرى يعني بمعنى زي ما قلت تعروني، تعروني كذا يعني ايه تصيبني، يعني مش معناها قد عرى الدين يعني قد اصاب، لا حيبقى المعنى يقصد اصلها عاريا، عرى من يعرو، انما الثاني عريا خلاص كده مش يعرض يعرى، فدي غير هذه من باب وهذه من باب اخر. طب لماذا قال؟ قال انه لو قال وقد عريا اصلا كده عريا بمعنى ايه خلا، يعني تعرض خلا، لكنه لو قال وقد عريا لا يستقيم الوزن، فلا يستقيم الوزن إلا بكسر الراء مع حذف الياء، ولكن لما حذفت الياء يبقى إذن إيه اللي حصل هنا؟ ما ينفعش كسر الراء مع حذف الياء، ففتحت الراء فبقت عرى. اقرأ كده التفصيل اللي هنا. قالوا عرى يعرو عروا كعلى يعلو علوا بمعنى الإصابة والاعتراف، كما قال الشاعر يعني اعتراك، زي إن نقول إلا اعتراك يعني إلا إيه؟ إلا أصابك بعض آلهتنا بسوء، وليس هذا هو المعنى المراد، مش من الاعتراف يعني الإصابة. نعم. وكما قال الشاعر وإني لدعروني للإفراط هزة، كما انتقد العصفور بلله القطر. كما انتفض. وإني لتعروني لذكراك هزة، التعروني يعني وليس هذا مرادا، بل مراده الايه القلو، ومادته مش عرى عريا، زي ايه علم، يبقى عريا زي ايه علم، ولكن الوزن لا يستقيم إلا بكسر الراء وحذف الإيه الياء، فلما حذفت الياء تحركت الإيه الراء بالفتح، لأنه منفتح ما قبلها فقلبت إيه ألفا. دائما تجد الواو أو الياء إذا كان ما قبلها منفتح تنقلب إيه ألفا، زي مثلا قال أصلها من القول قولا، لماذا قلبت ألفا؟ تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف، باع أصلها بيع، وهكذا. فهي عرى وأصلها إيه عارية.
طب لما لم يتركها كما هي من اجل الوزن؟ الجدان كده عرى بفتح الراء المغلوب عن كسرها، يعني هذا الفتح الذي في الراء اساسه ايه؟ كسر. والاصل عليا كعلم، غلبت الكسره فتحة لمناسبة الوزن فتحركت الياء. لما قلبت الكسرة فتحة ايه اللي حصل؟ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. عرى كايه؟ كرأى، وهي في الأصل ايه؟ عرية كعلمة. فلو فهمناها عن كده وقد عرى يعني معناها وقد أصاب، والمعنى ايه؟ لا يستقيم. انما اذا ارجعناها الى الاصل فهم المعنى وهو ايه؟ بمعنى الخلو، يعني وقد خلى. ولذلك في بعض النسخ تجد ايه؟ وقد خلى. واظن يمكن ما فهمش الحكاية او فرح حذفها وراح كاتب ايه؟ خلى مكانها. اظن كده هي من تصرف ايه؟ النساخ. قوله الدين هو لغة ما يتدين به حقا كان أو باطلا، يعني وقد عرى الدين عن التوحيد، يعني وقد إيه؟ خلى الدين عن التوحيد. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم شأنه شأن جميع الأنبياء السابقين من قبل. بعض الناس يقول لك ما هو الجديد الذي جاء به النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالإجابة ممكن نقول كده نريحهم كده ونجعلهم يموتوا بغيظهم فنقول لا جديد لم يأتي، لأنه لو جاء بجديد لا يكون نبيا. والله تعالى قد رد على هذا بقوله قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني هو جاء بما جاء به ليه؟ وما أرسلنا من رسولنا إلا نوحي. يبقى لازم يأتي بما إيه؟ بما جاء. لكن ما هي الميزة التي اختص بها؟ أنه إيه؟ جاء بالتوحيد في حالة خلو الدين وعروه عن إيه؟ عن التوحيد. يبقى كل نبي جاء بالتوحيد كما جاء صلى الله عليه وسلم، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنت. طب ما الذي اختص به؟ أنه جاء على إيه؟ على فترة من الرسل لم يكن هناك إيه؟ توحيد، بل كانت هناك وثنية، وكان هناك تعدد، وكانت هناك آلهة كثيرة. ويدل على ذلك قوله تعالى على ألسنة المنكرين للتوحيد الذي جاء به أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلو كان التوحيد معروفا ما كانش هيتعجب هذا التعجب. فإن هنا كلمة الشيخ اللقاني كلمة صحيحة 100%، وقد عرى الدين عن كانش حاجة اسمها توحيد. لو كان في بقايا توحيد كانوا قالوا ما كانوا يستغربوا الاستغراب العجيب، يعني كانوا حاجة يعني إيه؟ أجعل الآلهة إيه؟ إلها واحدا إن هذا لشيء إيه؟ عجب. والصلاح الوضع الإلهي سائق لذوي العقول السليمة لاختيارهم. إذ على نبي جاء بالتوحيد وقد عرى الدين عن التوحيد. يبقى هنا جاء بالتوحيد وقد عرى الدين عن التوحيد. يبقى التوحيد الأول هو التوحيد الإيه؟ الثاني، يعني هو ده أول. جاء بالتوحيد يعني بوحدانية الله تعالى وما ينبغي له من صفات الكمال وتنزيهه سبحانه وتعالى عن صفات النقص إلى غير ذلك في حالة خلو الدين عن هذه الأمور. والدين هنا لا يمكن يريد به الدين الصحيح أو الدين السماوي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الدين يطلق على ما يتدين به حقا كان أو باطلا. فمعنى الدين عن الدين الذي يتدين به الناس،
العقائد التي كانت موجودة قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد بالدين. أما إطلاق كلمة الدين في القرآن الكريم تأتي بمعاني كثيرة. ممكن الدين مثلا يطلق على الطاعة، وممكن الدين على العبادة وعلى الجزاء وعلى الحساب، مالك يوم الدين يعني يوم الحساب يوم الجزاء. والدين يطلق على الحكم، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني في حكمه في فترة حكمه. والدين يطلق على الطاعة وعلى المعصية، لأن الطاعة يتدين بها والمعصية أيضا ما يفعلونه من معاصي وآثام لآلهتهم تسمى عندهم دين، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هناك إطلاقات كثيرة على كلمة الدين، ويطلق على المعاملة، ويطلق الدين على العهد، ويطلق أكثر له إطلاقات يمكن وصلت إلى 20 معنى في استعمال كلمة الدين موجودة في كتاب الدين. والسلاح الوضع الإلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. إذن وقد عرض دين، المراد بالدين يعني ما يتدين به، أي دين أي دين أي معتقد. في سورة الكافرون لكم دينكم ولي دين، فكل ما يعتقد يسمى يسمى دينا حقا كان أو باطلا. على نبي جاء بالتوحيد وقد عرى أصلها عريا الدين عن التوحيد. وقد قد هنا تفيد تحقيق، قد تفيد تحقيق ما دخلت على الفعل الماضي، ولكن يوجد في اللغة لكلمة أو للحرفين دول قد ثمن معاني، تستعمل بثمانية معاني مش بمعنى واحد. قد ممكن تكون اسم بمعنى حسب، حسب يعني كافي حسبي زي حسبي الله زي كافيني. ممكن تكون اسم، ولذلك قد درهم يعني او قدي يعني حسبي درهم اهو معنى. هي هنا اسم بمعنى حسب، وذلك ما تدخلش على النوم بتاعة الوقاية. وممكن تكون اسم فعل مضارع، مش فعل مضارع، في فعل في اسم فعل، اسم فعل زي مثلا لما تكون في الصلاة تقول آمين، ده اسم فعل أمر بمعنى استجب. يبقى في اسم فعل مضارع وفي اسم فعل خبر وفي فعل اسم ماضي. هي اسم فعل مضارع بمعنى بمعنى يكفي أو يكفيني. يعني لما نقول يقدني درهم يعني بمعنى يكفيني درهم، إنما الأول لما كانت اسم بقيت كافيني يعني حسبي، هنا يكفيني اسم فعل وهي هنا اسم هناك اسم، بس هنا اسم فعل. ده كان معنى دول اثنين. وحرف تحقيق لإفادة تحقيق وقوع الفعل بعدها، زي هنا وقد عرى، يعني هل تحقق هذا الخلو وهذا العروء أم لم يتحقق. يبقى هنا اسم فعل اسم فعل لا هنا حرف تحقيق لأنه دخلت على الفعل الماضي، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون خلاص كده، أو يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يعني تحقق المجيء فعلا. فإذا دخلت على الفعل تفيد تحقق الوقوع. وأيضا بس هذا بصفة أغلبية وعامة،
وقد تفيد تحقق الوقوع أيضا إذا دخلت على الفعل المضارع، ولكن ذلك قليل، كقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، فهذا لا يمكن أن نقول لا تفيد التحقق، والفعل هنا إيه؟ مضارع. قد يعلم ما أنتم، بس ده قليل، إنما الغالب فيه في الماضي. ودور كم معنى؟ ثلاثة. الأول اسم بمعنى حسب، والثاني اسم فعل مضارع، والثالث حرف تحقيق، والرابع حرف توقع وانتظار. يعني أنتم منتظرون الدرس، وبعضكم يتردد هل سيأتي الشيخ أم سيتأخر أم سيعتذر، فقال أحدكم قد يأتي. قد يأتي بحرف توقع وانتظار، قوم ينتظرون خروج أحد فيقولون قد يخرج زيد، فهنا اسمه حرف توقع وانتظار. وذولا كم معنى؟ المعنى الخامس للتقريب. تقريب ايه الخامس ده؟ للتقريب. تقريب ايه؟ يعني تقريب الماضي من الحال، زي ايه؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، نحن لسه هنقيم الصلاة وهنصلي، مش قامت. او قد غربت الشمس، يعني خلاص اقترب اللي كان هو يعني ماضي اصبح ايه؟ قريبا من الحال او من الحضور. لهذا يسمى ايه؟ التقريب، يعني تقريب الماضي من الحال، زي قد قامت ليه الصلاة او قد غربت الشمس. المعنى السادس للتقليل. لا الماضي المستقبل ده بيأتي الله سبحانه، بدك مع معنى ثاني بلاغ. لا تقريب الماضي من الحال، قد قامت الشيء بالفعل الماضي، الفعل الماضي قد غربت ماضي، فبنقرب من الحال مش قد تغرب. تقريب المعنى الخامس. السادس للتقليل، زي قد يصدق الكذوب، قد يعني قد نازل مره يكذب كده يروح يقول كلمه يعني من غير قصد، راي ما نواش الصدق هذيك مش هتبكي ليه. قد يصدق الايه؟ الكذوب. قد يجود البخيل، قد ينجح البليد، بس يعني يمكن في كل ألف ورقه يمكن واحد، لكن مش معناه ان ده الشيخ قال البليد حينجح خلاص مش مذاكرين، لا ده قد بتقليل، قد ينجح ليه البليد او الكسول. اذا كان معنى دول. المعنى السابع العكس اللي هو للتكثير، مش التقليل، الايه؟ التكثير. ومنه قول الشاعر قد اترك القرن مصفرا انامله، القرن يعني الكفر في المعركة، يعني قد اتركه مصفرا انامله كأن اثوابه مجت بفرصاد، يعني اذا تراه التغير الفرصاد النبات احمر يكنى به عن الدم، يعني كأن ثيابه اختلطت بدمه. ففي هذه الحالة كثيرا ما يعتري الخصم في المعركة هذه الحال فيتركه، فهذا من التكثير. نعم. قد أترك القرن، يعني القرن الكفر، مصفرا أنامله، الأنامل الأصابع، كأن أبوابه مجت بفرصاد. الآن في تعريف ليه الدين اصطلاحا. واصطلاحا وضع إلهي سائق لذوي العقول. هذا التعريف مهم جدا، تعريف الدين اصطلاحا، تعريف اللغوية كثيرة جدا والاستعمالات متعددة، إنما التعريف الاصطلاحي وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى لا باختيارهم المحمودة، تمام كده؟
هتبقى مطلوبة هنا للايه؟ المصدر باختيارهم المحمود، يعني لانهم يختارون المحمود، هذا يعمل عمل الايه؟ الفعل اللي بعد منصوب. تقراها كده: وضع الهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمودة. ايوه مقبول به بتوسل الاختيار. لا 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 يعني باختيارهم الشيء المحمود، يعني ما يحمدون على اختياره. الانسان يختار ما يحمد عليه وما يذم عليه. اذا تقرأ باختيارهم المحمود. وضع الالهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود الى ما هو خير لهم بالذات. فقولنا وضع الالهي، شوف كده الدين ده وضع، كلمة وضع يعني وضعه، هناك من وضعه يعني موضوع، ممكن يكون من وضع البشر، ممكن يكون من وضع غير البشر. عندما قال الله تعالى إن أول بيت وضع، أفاد إن البيت ده موضوع وضع، يعني بوضع واضع سواء معلوم أو غير معلوم. فلما قال وضع للناس، وأول الناس هو مين؟ آدم عليه السلام، فدل على أن واضعه غير الناس. فلما وضع للناس، يعني لو كان الناس هم الذين وضعوه كان قال إيه؟ وضعه الناس، يعني الوضع إيه؟ للناس. فهذا دليل على أن الملائكة هي أول من وضعت البيت في مكانه بأمر الله سبحانه وتعالى. ده وضع إلهي. الوضع ده يختلف في تحديد المكان أو كذا. أي وضع؟ وضع قانون، وضع مكان، وضع بناء، وضع تدبير، شيء موضوع. كل ما يوضع فيه في الدلالات دلالة عقلية ودلالة وضعية ودلالة لفظية. هي معنى وضعية يعني بوضع واضع. يعني هذا البناء وضع لعباد، من الذي وضع؟ في أيام الخلفاء الفاطميين في عهد فلان المعز لدين الله بأمر قائده وضع هذا البناء اللي هو الجامع الأزهر. فلذلك كل ما في البيوت المساجد اللي في الأرض هي بوضع الخلق، ليست بوضع إيه؟ الحق سبحانه وتعالى. ولكن البيت الحرام بوضع إيه؟ إلهي، فكان قبلة لكل البيوت ما عداه، لأنها بوضع إيه؟ الخلق، وهو بوضع إيه؟ الخلق. وكل ما عداه من المساجد يتوجه إيه؟ إليه. إن أول بيت وضع للناس وهدى للعالم في مشارف الأرض ومغاربها، كل البيوت هو قبلة لجميع البيوت الأخرى، يعني المساجد الأخرى. ليه؟ لأنها باختيار أو بوضع الخلق، أما هذا فهو باختيار وبوضع الخالق. يعني أمر الملائكة أن يضعوه في هذا المكان. لذلك لما جد سيدنا إبراهيم لم يأتي إلى قطعة فضاء واسعة أو إلى مكان قريب مثلا من القصور أو من لا، ربنا سبحانه وتعالى قال له تعالى ده في مكان محدد مش أنت اللي هتختار. وإذ بوأنا لإبراهيم مكانا، هنا مكان محدد، هنا يعني بينا ووضحنا الايه؟ المعالم، يعني لم يخرج عن ايه؟ عن المكان الذي شفت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان، مكان يعني حدد له ايه؟ المكان الذي يكون فيه، لأنه أتت عليه عوامل الدهر واندرست ايه؟ معالمه، ولم يعد البيت معروفا. المكان الذي حدده الله سبحانه وتعالى له. أول ما نقول كده في الدين الثاني في وضع إلهي سائر، هناخد كلمة كلمة. وضع إلهي خرج بذلك ما وضعه البشر، فما وضعه البشر من عقائد ونحل وملل لا تسمى دينا اصطلاحا. الفرق بين الاصطلاح وبين اللغة، اللغة يعني لا يقال مثلا على ما أحدثه
النصارى من ملة واعتقاد في بنوة، إنما الأصل اللي هو النزل عليهم من سماء دين، إنما لا يقال عما إيه أدخلوه أو ما حرفوه أو ما وضعوه، لا يقال عليه دين بالمعنى الإيه الاصطلاحي، لا يسمى دين بالمعنى الاصطلاحي الشرعي إلا الإسلام، لأنه لا ينطبق هذا التعريف إلا على الدين الإسلامي وحده. إن الدين عند الله الإسلام، وضع إلهي، ومعنى وضع إلهي يعني خرج هذا القيد، كل قيد هنا حيخرج إيه شيء. أول ما قلنا وضع إلهي خرج بذلك ما وضعه البشر من إيه من عقائد ومن ملل وعبادات وطقوس وشعائر، وكذلك ما وضعوه من أحكام سياسية وقوانين وضوابط. ليه؟ لأن الدين ليس مقتصرا على إيه جانب العقيدة والعبادة، بل هو نظام شامل للحياة وقوانين للبيوع والشراء والمعاملات والسياسة والاقتصاد والحرب والسلم. فيبقى إذن خرج ما وضعه البشر من عقائد ونظم ومعاملات وقوانين وسياسات يلتزمون بها، مثلا في عالم السياسة أو نظم في التجارة أو الصناعة أو أي شيء أو الهندسة أو أي حاجة، ما وكل ما وضع لوضع بشري فلا يسمى إيه ولا يسمى دينا. فقولنا وضع إلهي أي أحكام وضعها المولى وشرعها وبينها، وأما وصف نبينا بكونه شارعا فباعتبار نقلها عن الله، ولذلك يقولون نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشارع المجازي والله هو الشارع الحقيقي. وضع إلهي يعني أحكام، مش بناء، مش يعني مثلا ده أحكام، يعني أشياء سنكلف بها وضعها المولى. أو كيف وضعها المولى؟ بقوله وضع إلهي، خلاص وضعها المولى وشرعها وبينها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يضعها وليس له فيها دخل، أمال هو يوصف بكونه شارعا باعتبار أنه نقلها عن الله سبحانه وتعالى. يعني الرسول ليس عليه إلا البلاغ، يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، أهو معنى إيه عمل من النبي صلى الله عليه وسلم. واحترز بذلك عن وضع الخلق كآلات النجارة، ولذلك لما نقول إيه نبينا شارع أو مشرع يقال هذا، ولكنه إيه مجازا، أما المشرع الحقيقي مين؟ والله سبحانه وتعالى. واحترز بذلك عن وضع الخلق كآلات النجارة والكزازة وغير ذلك فلا تسمى دينا. يعني مثلا الخلق مش وضع فقط سياسات ونظم وقوانين، ووضع مثلا آلات، يعني مثلا آلة للنجارة زي القدوم مثلا أو ينفر بها، وضع الخلق يعني مجاش مثلا في القرآن المنشار يوضع بهيئة معينة أو في السنة أو آلاف النجارة وغير ذلك، فما وضع لشؤون أو لإصلاح الدنيا لا يسمى إيه؟ لا يسمى دينا. وقولنا سائق أي باعث خرج به الأوضاع، عندك النجارة دي معروف آلاف الإيه؟ النجارة، والثانية القزازة اللي هي بتاعت القزل الحرير النفج. وقولنا سائق أي باعث خرج به الأوضاع الإلهية غير السائقة كإنبات. كلمة إيه سائق، هي معنى سائق، مش وجاءت كل نفس معها سائق، لا سائق يعني باعث شيء، يعني يحرك. فالمكلف المكلف والدين ده عبارة عن أحكام يعني تكاليف، يعني افعل ولا تفعل زي ما كان يقول الشيخ الشعراوي، يعني تكليف. فإذا عرف المكلف المكلف إذا عرف ما يترتب على فعل هذه الأحكام اللي هي الواجبة
من ثواب وجنات عرضها السماوات والأرض ونعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. هذا إذا عرف المكلف ذلك إذا التزم به بالأحكام اللي هي التكليفية اللي هي الواجبة. وكذلك إذا عرف العقوبة اللي هي تناله من الحرام أو مثلا من الزنا أو من ارتكاب الكبائر بعثه ذلك إلى فعل الأول وترك الثاني. وضع إلهي سائق يعني بعث يعني أول ما يعرف ما يعني أول ما يعرف الثواب والنعيم الكبير اللي هو مترتب على فعل الواجب يبعثه ذلك يعني يدفعه إلى فعله. ولما يعرف المصائب اللي فوق رأسه ورأس أهله إذا فعل المنكرات الحرام هيبعثه ذلك إلى العكس إلى الإمساك يعني أو الكف. هذا باعث وهذا إيه باعث بس ده إجابه ده إيه تسلم يعني سائق يعني باعث إلى 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 الفعل أو إلى الإيه أو إلى الترك. خرج به الأوضاع الإلهية غير السائقة كإنبات الأرض وإمطار السماء. يعني أول ما قلنا وضع إلهي خرجت الأوضاع البشر وشؤون الدنيا. طب لما قلنا باعث خرجت به أوضاع إلهية مش بس الأول لما قلنا وضع إلهي خرجت أوضاع بشرية كلها. عندما قلنا سائق خرجت أوضاع إلهية غير باعثة أي غير سائقة كإنبات الأرض وإمطار المطر. من الذي وضع هذا؟ الله سبحانه. لكن هل هذا يسوقنا يبعثنا إلى فعل شيء أو تركه؟ هذا لا يسمى دينا مع أنه وضع إلهي لكن لا يسمى دينا إلا إذا كان وضعا إلهيا سائقا باعثا. وقلنا لذوي العقول خرج به ما يسوقهم وغيرهم من الحيوانات. وقولنا وضع إلهي سائق خذ بالك من التعريف كلمة كلمة. وضع إلهي سائق لذوي العقول بس بشرط انها تكون عقول سليمة مش عقول أصابها ليه الصدى واتبعت الأهواء. فهناك مثلا عقول لأهل الكفر وأهل الكفر والشيوعيين ولهم عقول واخترعوا بها أشياء عصرية عجيبة ومع ذلك إيه شرط أن تكون هذه العقول سليمة يعني سليمة من إيه من الكفر والعناد والضلال. مش معناها سليمة يعني من مما يضاد العقل من دكم عندهم عقول يوزنوا بها وما كيف بيضحكوا علينا وكيف بيرهبونا وهو بعقولهم وبمكرهم. إذا معناها المراد بسلامتها أي من الإيه من الكفر والتقليد والتعصب لازم يكون يعني عقل مجرد يعني معناها إيه خليك كده ما يعني تهتدي إليه العقول ما تبقاش متأثر بشيء أو مصمم على شيء أو عندك أحكام مسبقة لا يبقى كده عقلك غير سليم لأنك متبع وعندك حكم مسبق على الأشياء يعني تدخل معي في حوار وتشترك معك وأنت من البداية مصمم على هذا الوضع مش هيتغير شيء المهم بس هي مصالح تجارية أو سياسية أو اقتصادية أدخل معاك وأسافر وأعمل حوار وأعمل مؤتمرات وأنا إيه اللي في ذهني هو مش هيتغير. وما اللي بعمل ليه كده مصالح أخذ كام ليلة في الفندق أروح أجيب كام موبايل أروح أتعوه. وفي الآخر إيه مضينا على اللي عملنا بيان شيء ثاني وخلص كلام هذا إيه مش عقول سليمة ده. خرج به ما يسوقهم وغيرهم من الحيوانات كالأوضاع الطبيعية التي تهتدي بها الحيوانات لمنافعها كنسل العناكب والذخائر. يعني هذا القيد ولذوي العقول ماذا خرج به؟ خرج ما يسوقهم وغيرهم من الحيوانات في أشياء تسوق ذوي العقول وغير ذوي العقول من الحيوانات مثلا كالأوضاع الطبيعية. يعني وضع الله تعالى في هذا الكون سنن
تهتدي ومنافع، تهتدي بها الحيوانات لمنافعها، يعني في فطر المخلوقات، كقوله تعالى مثلا سبح اسم ربك الأعلى الذي ها والذي قدر فهدى، يعني هذه الهداية فطرية مش هداية إيه؟ يعني هذا الحيوان إلى ما أريد منه، وهذا الإنسان بهذه أموره أوضاع طبيعية كنسج العناكب، يعني ربنا هذا كذا العنكبوت ينسج هذا البيت، واتخاذ النحل بيوتا ومضارها، يعني يجتنب الإنسان أو الحيوان المخاطر بهداية فطرية. فهذا القيد لذوي العقول أخرج ما يسوق الإنسان من ناحية أخرى غير ناحية العقل، ناحية الفطرة، كما يساق غيره من الحيوانات. فلا يقال لهذا الذي يسوقه من غير العقل لا يقال إيه دين. وقولنا باختيارهم خرج به أوضاع الإلهية الاتفاقية كالحمية والعصبية، يعني باختيارهم في أوضاع إلهية تسوق الإنسان وتبعثه، ولكن ليست اختيارية كالحمية والعصبية. فالعصبية هل الإنسان بيختار له فيها اختيار؟ الحمية ده طبائع، فتسوق الإنسان حميته وتدفعه إلى أشياء يعني ممكن تكون من الجاهلية أو من الكفر، فهذا لا يسمى دينا لأنه إيه؟ ليس باختياره، ولكن بما دبل عليه من حمية أو عصبية. يعني معناها يسوق ذوي العقول وغير ذوي العقول، وهو الوضع الإلهي ده حيسوق مين؟ ها؟ العقلاء. في أوضاع إلهية حتسوق غير العقلاء، بدل فاسترق لك وغيرهم من الحيوانات، يعني يجيب لك من بيانية. فالحيوان مساق أيضا بأوضاع إلهية، لكن هذا الذي يسوق الحيوان ويشترك معه الإنسان فيما لا اختيار له فيه لا يسمى دينا. وقولنا المحمود احترازا عن الاختيار المذموم كالانهماك بالدنيا، ده وضع إلهي، ده كله تعريف إيه؟ الدين، الدين اصطلاح، وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات، باختيارهم إيه؟ المحمود، المحمودة. لما قال باختيارهم المحمودة هذا قيد أو احتراز لإخراج الاختيار المذموم. فقد يختار الإنسان العمى على الهدى، وقد يختار الضلال، وقد يختار الكفر على الإيمان، فهل اختياره هذا يسمى دينا اصطلاحا؟ لا، وإن كان يسمى في الأول الدين ما يتدين به حقا كان أو باطلا. فمعنى اختيارهم المحمود هذا احتراز عن الاختيار المذموم. الاختيار المذموم زي اختيار الكفر على الايه؟ على الإيمان، أو يختار الإنسان الانهماك في الدنيا والشهوات فاختارها بعقله ورجح انه يكون يعني يعمل لدنياه او لشهواته او لملذاته، فلا يسمى اختياره ذلك دينا. لماذا؟ لانه غير محمود، لانه ايه؟ مذموم. والدين هو الاختيار للمحمود. لا، كل اعتراض عن الاختيار المذموم يعني اختيارهم المحمودة، يعني في اختيار يعني شيء محمود، إذا اختاروا مذموم زي شرب الخمر مثلا مش اختيار، واقع على الايه؟ على المختار مش على الاختيار كصفة. لكن كان يقتضي هو بيقول انا اعتراضا عن الاختيار المذموم. لا، يعني عن الاختيار، ما هو الاختيار يعني هي الجملة للمصدر مرتبط بايه؟ بالمفعول. نعم. لا، احنا بنتكلم على تعريف الدين، مش خرجت، مش هي موضوع ايه.
وضع إلهي، يعني معناها أحكام إلهية وأوامر إلهية تدفع الإنسان أنه يختار المحمود ويجتنب ليه المذموم، سواء المحمود ده أو الحسن مثلا. مين اللي حسن الشرع ولا العقل؟ دي مبحث آخر وقضية أخرى. هم حيختار المحمود، يعني الذي أمره الله تعالى باختياره، أو الذي أباحه الله، أو الذي حسنه الله، أو الذي دعا إليه الشارع. لكن ليس مولانا كل وضع إله محمود. ليس إيه؟ ليس كل وضع إله محمود. كيف ليس كل وضع إله محمود؟ يعني الشهوات وضعها الله تعالى وليس محمودا. هنقول خذ التعريف من أوله، وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمودة إلى كمل إلى ما هو طيب لهم لذلك، إلى ما هو طيب لهم لذلك. بل اختيار الشهوات والملذات ده خير لهم بالذات. وقولنا إلى ما هو خير لهم بالذات أي كإنهماك في خدمة الله وطاعته ومحبته. وخذ بالك يعني متى كان الاختيار محمودا فإنه لا يسوق إلا إلى خير. يعني شوف، مش ممكن يكون اختيار محمود وحيقودك إلى إيه؟ إلى شر. سواء أنت جعلت المحمود دي صفة، مرض مش حيقودك إلا إلا إلى ما هي. كالانهماك في خدمة الله وطاعته ومحبته، فإن ذلك خير ذاتي يترتب عليه الفوز الأكبر غدا. أقول لك إلى ما هو خير لهم بإيه؟ بالذات، يعني خير ذاتي. نعم. هناك خير ذاتي وخير ليس إيه؟ ليس ذاتي. بمعنى ذاتي إنما كان الخير الذاتي. إيه هو الخير الذاتي؟ يعني خير لذاتي، ما فيش حاجة إيه وراء. أعلى حاجة نطلبها اللي هي إيه؟ يعني لا يسمى خير ذاتي إلا السعادة الأبدية، السعادة الدائمة، لأنها المقصودة بالذات والأصالة، وغيرها لا يبلغ قدرها في العظم. يعني مثلا لماذا يعني تطلب هذا الخير إلى خير وراء أعظم منه، واللي وراء أعظم منه، واللي وراء أعظم، حتى تصل إلى إيه؟ إلى الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، اللي هو هذا هو الخير بالذات، يعني لذاته وليس لخير وراء أو أعظم منه. أو معنى خير لهم إيه؟ بالذات. يعني إذن الخير الذاتي ده هو الذي يترتب عليه الفوز الأكبر غدا. ممكن يكون خير لك لكن خير ليس إيه؟ ليس ذاتيا، لأنه لا يترتب عليه نعيم الأبد. فالشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد. فكل ما يناله الإنسان من نعم إذا لم يصل إلى السعادة أو إلى الفوز الحقيقي، يبقى هذا كله إيه؟ ليس خيرا ذاتيا، وإنما شيء عرضي زائل. واحترازا بذلك عن الخير لا بالذات، كالانهماك في تصحيح الأبدان للحكمة والعقل. يعني مثلا تعالى واحد يأخذ عقاقير أو أدوية أو منشطات عشان سلامة بدنه، هذا خير، لكن هل هو خير بالذات؟ لا، ده خير للغير أو للتراب. ولذلك يحافظ الإنسان على إيه؟ على جسمه مثلا، أو على إيه؟ سيارته، أو على داره، أو على ثوبه، ويعلم علم اليقين أنه لا ينتقل إلى الله تعالى بشيء من ذلك. وقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم. فإذا المفروض يحافظ على إيه؟ على ما هو خير له بالذات، يعني الشيء الذي سيناله أو سيبقى في ذاته. أما غير ذلك فإنه سيتركه وراءه. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذا نحافظ على تصحيح الأبدان والعقاقير والأدوية، كل هذا خير ولكنه ليس إيه؟ نعم.
وأجمع من هذا التعريف وأظهر منه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني أعود أقول لك لو تأملت في هذه الآية الكريمة في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هتفهم معنى الدين حنفاء ويقيموا الصلاة بل إيه التكاليف ويؤتوا الزكاة طبعا هيجتنبوا إيه المنهيات إن الصلاة تنهى عن وذلك دين القيمة. ولذلك ما يقولوا إيه العلماء أمور الدين أربعة يعني ليتحقق بها وجود الدين. أمور الدين يعني علامات وجوده. كيف يعرف أنه في دين؟ لما تسأل إيه مش أركان الدين؟ أركان الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. في حديث سيدنا جبريل أركان الإيمان ستة، أركان الإسلام خمسة، أركان الدين ثلاث. أمور الدين هي معنى أمور الدين أي علامات وجوده، العلامات التي يعرف بها أربعة: صحة العقد وصحة القصد والوفاء بالعهد واجتناب الحد. كم دول؟ صحة العقد وصحة القصد والوفاء بإيه؟ بالعهد واجتناب الحد. فإذا وجدت هذه الأربعة وجد إيه؟ الدين. وتسمى إيه؟ أمور الدين أي علامات وجوده. صحة العقد يعني كيف يكون العقد صحيحا إذا كان الاعتقاد جازما، يعني أنت تعتقد في هذه العقائد ما يتصل بالإلهيات والنبوة، هل تعتقد فيها اعتقادا جازما ولا اعتقاد؟ فإذا كانت العقيدة قطعية جازمة هذا اسمه إيه؟ صح، يعني العقد صحيح 100% لأنه مبني على الجزم وعلى اليقين. صحة القصد يعني هو اللي في الآية إلا ليعبدوا الله مخلصين، يعني أداء العبادة بالنية بالإخلاص، ألا لله الدين الخالص. ولذلك حديث إنما الأعمال بالنيات ده ربع الدين، لأنهم أربعة مش أربعة، صحة القصد ده ربع الدين ولا مش ربع الدين؟ لأنه ده القصد اللي هو إيه تصحيح إيه النية الإخلاص. ولذلك إذا لم يوجد هذا لا يسمى دين. الوفاء بالعهد يعني أداء الفرائض، الإتيان بالفرائض، يعني القيام بالتكاليف الشرعية بالفرائض، اسمه إيه؟ وفاء بالعهد. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الرابع اجتناب الحد، يعني إيه؟ اجتناب المحرمات، ترك المنهيات. فهو الدين الأربعة دول. أول حاجة صحة العقد العقيدة، اثنين صحة القصد، ثلاثة الوفاء بالعهد، أربعة اجتناب الحد. يعني الأول اللي هو الجزم والاعتقاد الراجح عن علم ويقين، الثاني هو الإخلاص أداء العبادات بالنية والإخلاص، الثالث هو الوفاء بالعهد يعني الاتيان بالفرائض، الرابع هو اجتناب الحد يعني ما يوقعك في الايه في الحد اللي هو ايه المحرمات والمخالفات والمنهيات. يلا سيدنا وسمي دينا للتدين به ويسمى يبقى الان عرفنا التعريف كده شويه منضبط وسليم ومفهوم وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمودة إلى ما هو خير لهم بالذات. في إشكالية أو في على التعريف، هذا هو تعريف الدين.
الصحيح السليم. أقوال العلماء لسه هذا سيأتي. فصبر فصبر مش جميل قليل. نعم. وسمي دينا للتدين به. يعني هذا الذي عرفناه اللي هو تعريف الايه؟ الدين. فلما سمي الدين دينا؟ خد بالك الدال مكسوره دين. وممكن تفتح الدال في الدين كده وتضم في الدنيا. فانكسرت في الدين لابتنائه على الذلة والخضوع فيناسب كسر الدال. ما هو خضوع عابد ليه؟ لمعبود. فلازم تكسر رقبته كده. وانفتحت في الدين لاستعلاء المدين. هات هات اللي عليك المدين بيستعلى على ايه؟ على الدائن اللي عاوز منه حقه فله استعلاء وقهر عليه. ولذلك من ضمن الاعذار اللي تبيح لو كان واحد عليه دين وحيقبض عليه في المسجد يباح له ترك الايه؟ الجماعه. لو كان دينه غير حيبهدل ويشتم امام الناس فيه. فيباح له ليه التأخر على قول بعض الفقهاء. وانضمت الدال في الدنيا لابتنائها على الأهل. الضمة تناسب الأهوال والشدة. ضمة على الشدة. ضمة على شدة. فما تبني على الأهوال والشدائد والتكدر والمصائب. فناسب إيه؟ ضم إيه؟ الدال. فسمي دينا للتدين به. كلمة دين يعني ايه؟ عشان احنا بنتدين به. وله ايضا اسم اخر الملة. ملة ابيكم ايه؟ طيب عرفنا سبب تسميته دين ليه؟ لانه يتدين به. طيب ويسمى ملة ليه؟ لان الملك يمليه على الرسول والرسول يمليه على امته من الإملاء. وقال في سورة الفرقان هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى. وفي قراءة تملى. يبقى الإملاء يبقى عشان أنها هي إيه؟ الرسول الملك يمليها على مين؟ والرسول يملي على أمته. يبقى اسمها إيه؟ ملة. عشان هذا سميت إيه؟ ملة. وبعضهم فرق بين الملة والنحلة. زي ابن حزم قال الملل والنحل. الملل قال الملة دي اللي هي بوضع إلهي والنحلة هي انتحال يعني الوضع. ولكن ايه القرآن نستعمل الملة أيضا إذا كانت بوضع الخلق أو بافتراءه. إني تركت ملة قوم. إذا معناه ايه؟ وما يكون لنا أن نعود فيه ايه؟ يا قال يا شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك والذين او لا تعودن في ملتنا. او هنا يقال على فالصحيح انه الملة من حيث انها ايه؟ تملى. والدين من حيث انه ايه؟ يتدين به. صراط مستقيمة. طب ويسمى صراط مستقيم عشان ما فيهوش ايه؟ تعوجاج او ميل. وان كان الملة دي في الاصل دي ملة ابراهيم حنيفا. الحنف معناه الميل. قالوا لانه هو مائل عن الميل فهو الاعتدال وهو الاستقامة. يعني هو منحرف لكن عن ايه؟ عما كان قومه عليه من عبادة غير الله. فالانحراف عن الانحراف استقامة. والميل عن الميل اعتدال. ميل بس عن ايه؟ عن الميل. يبقى اذا ملت عن الميل فانت من ايه؟ معتدل ومن اهل الاستقامة. خلاص كده؟ في السؤال اللي هو بالنسبة للاحكام الفقهية. الاحكام الفقهية أحكام اجتهادية. فيظن بعض الناس أنها ليست وضعا إلهيا. مش ده السؤال؟ نعم. يعني هي أحكام باجتهادي واختياري وترجيحات الفقهاء وليست أحكاما إيه؟ فهل هي الأحكام الاجتهادية اللي احنا بنتعبد بها على مذهب الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك
أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل، وللعلم أنه في رسالة لابن رجب الحنبلي يذكر أو يبين فيها أنه لا يجوز اتباع غير الأربعة، يعني لأن الأمة أجمعت عليهم ودونت وهذبت ونقلت، وهناك طبقات في ترجيح ومعرفة للمسائل. أما غير الأربعة عاود ناس علماء كبار مجتهدين عشان يبحثوا عن صحة هذه الأقوال، فقال إنه الإجماع استقر على إنه ليه بنبدأ أهل السنة والجماعة، إنما غيرنا هم إيه أحرار. فالأحكام الفقهية الاجتهادية من الدين قطعا، يعني هي من الدين. ليه؟ لأننا إذا أفتاني بها المفتي أو ذكرها الفقيه فأنا أتخذها إيه دينا وأتعبد بها، هي دين ولا مش دين؟ ولا هو بيقول لك الحكم إذا عشان أنت تروح لفقيه آخر أو لإنسان آخر ثم تختار كما تختار لنفسك شؤون الدنيا، زي كأنك بتروح محل بتاع ملابس أو هدايا وتختار، إذا أفتاك خلاص أصبح إيه في عنقك وفي ذمتك، واجب عليك شرعا إيه أن تتبع، لأنه مجتهد وقد وقف على الدليل وأنت لم تقف عليه. يبقى إذن الأحكام الفقهية لا نظن أنها من وضع الفقهاء رغم أنها اجتهادية، ولكنها وضع إلهي غاية الأمر أنه يخفى علينا، وعمل المجتهدين أنهم يعانون إظهارها والاستدلال عليها بقواعد الشرع، ولا دخل لهم في وضعها أبدا. يعني كل عمل المجتهد أو الفقه أنه بيستنبط ويحاول يصل إلى الحكم الإلهي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه، يعني الحكم موضوع إلهي، بس عمل الفقه أنه يصل إلى العلم به بأدواته وإيه وبإمكاناته وباطلاعه على اللغة وعلى الناسخ والمنسوخ وعلى المطلق والمقيد والعام والخاص يستطيع. فالحكم موضوع، أما الفقيه عمله محاولة الوصول إليه وليس إنشاء أو وضعه، فهو موجود. يعني الحكم في كتاب الله وفي سنة الرسول، يصل إليه من يصل ولا إيه يصل إليه. يعني مثلا في بعض القضايا اللي حدث بين إذا تأمل ونظر في كتاب الله يصل، يعني مثلا رجل متزوج إيه امرأة لها حق عليه مثلا كم يوم أو كم ليلة في الأسبوع، ما فيش آية نص ولا حديث، لما لو واحد أعمل ذهنه وأدوات فهمه يصل إلى هذا الحكم، هو موجود. فالمجتهد عبارة انه بيكشف لنا عن الحكم ولا يؤسسه ولا ايه ولا ينشئه. ففهموها منين؟ من قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة، فهو متزوج اربع كيف هيقسم عليهم الليالي؟ هتاخد كل واحد ايه ليلتين، يبقى من حقها في ايه يومين فقط او ليلتين، هي موجود الحكم بس ما عرفناش نصل اليه مباشرة. وكذلك تسعى على ذلك ايه مسائل كثيرا. المجتهدون عبارة عن أنهم كاشفون ويعملون بعقولهم وأدلتهم وما وهبهم الله تعالى إلى الوصول إلى حكم الله تعالى أو إلى مراده. طيب مش ممكن يخطئ؟ ممكن المجتهد ده ما يصيبش يخطئ، ومع ذلك أنت مطالب دينا بأن تتبعه، لأنه ممكن إيه يتعدد إيه الصواب، في خاصة في الفرعيات وفي الظنيات، أما في العقائد لا. ففي هذه الحالة إن أخطأ فله إيه أجر، كيف يكون مأجورا؟ لأنه أعمل ما وإن أصاب. وبعضهم قال ما هو حكم الله تعالى؟ هل لله تعالى حكم معين في المسألة؟ حتى بعضهم قال لا ما فيش حكم معين، الحكم هو ما وصل إليه اجتهاد المجتهد، فعلى ذلك كل مجتهد مصير بنظر هؤلاء. يعني اللي يصل إليه اجتهادك أو إن كانت بدون تقصير هو ذا حكم الله، ما فيش حكم إيه معين. وفي بعض يقول لا ذا الحكم واحد، فقد يصل إليه المجتهد ويكون له إيه أجران، وقد لا يكون له إيه
الأجر واعتقاد الأحكام الاجتهادية الفقهية دين وليست أهواء. بعض الناس يقول لك ما يجيبوش المسألة دي في الفقه الحنفي يروح إلى التدار على مذهب ثاني يروح يخرج من يدخل. فمعناها ده إنسان يعني متلاعب. وهذه هي خطورة عظيمة. إذا سألت إنسانا تثق في علمه وأفتاك يجب عليك شرعا أن تتبع هذه الفتوى ولا يجوز أن تسأل غيره. قال من أنت مقر أنه من أهل العلم وعند الأهلية وسألت وقال لك خلاص كده معناها ما عجبكش فتروح إيه. فاكر أن راحوا لمين سيدنا أبو بكر لما قضى بيننا راح لمين تاني صح فذهبوا لمين لسيدنا عمر وقال لهم يا انتوا رحتوا من قال احنا رحنا من الاول النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كذا واحنا طبعا ورحنا لسيدنا عمر. يعني معناها سمعتم القضاء او الحكم من رسول الله ومن خليفته من سيدنا ابو بكر ولم يعجبكم فدخل بيته واخرج سيفه وقال هذا هو ايه هذا هو الافتاء عندي وهذا هو الحكم من لم يرضى به بحكم الله ورسوله. إذا رحت المجتهد ورجل من أهل الاجتهاد والعلم لا يجد لك أن تذهب إلى غيره وإذا كده حيحصل بلبلة في المجتمع وفي الناس. تفضل. ما لم يكن إيه إثما يعني إذا كان في مخالفة لا طبعا. أما إذا كان هناك مندوحة في الأمر وفي تيسير وعلى الساعة تختار ما تيسرك أو تحمل نفسك على الإيه على الأحوط. هذا العسر ما تكلمناش في العسر في الكلام في اتباع الأهواء. يا بعض الناس له هوى معين يعني يريد أن يجد هذا المفتي أو هذا القاضي على هوى فإن لم يخرج من هذا إلى حتى يصل إلى إيه اللي يوقف على هذا الخطورة العظيمة. إنما إذا وجدت أن هذا أمر عسير ولا أطيق ده موضوع ثاني يريد الله بكم الأسرة وذلك تعدد الصحابة منهم من خطف ومن أخذ بالرخصة ومنهم من أخذ بالإيه وكلهم على صواب. يعني الذي شدد راعى جانب الإيه العزيمة والذي خطف راعى جانب الإيه وهذا من الدين وهذا من الدين. الذي ليس من الدين إن أنا عاوز حاجة معينة هوى عندي هو ده إيه الممنوع مش إن الطالب تيسير ده موجود ده عند الواحد نفسه. ممكن لو انك ذكرت له بان هذا امر لا اطيقه اللي هو افتاك هو بنفسه مباشرة مش عارف مش ما يحتاج انك تروح لانسان اخر هو نفسه لو ذكرت له ان هذا الامر لا اطيقه وحاذكر لك الحكم في نفسه وفي نفس الدليل زي مثلا على الذين ايه فمن في آية الصيام فمن كان مريضا او على سفر فعدتهم. لو انت لسه ما قرأتش بقية الآية وقلت انا حتى لو جت ايام اخر مش هستطيع يعني على وين سن بتتقدم وعلى الذين في نفس الايه الحكم موجود هذا وموجود هذا فمش محتاجة الى ايه الى شخص اخر بس عاوز ايه شيء من الفهم يصل اليه حتى يستطيع الوقوف على ايه على مراد الله. سيدنا مين كان عمرو بن العاص وكان في شهر رمضان ومات في مات في يوم عيد الفطر يعني لما كانت وفاته في اخر رمضان في صبح يوم العيد. فلما اشتد عليه المرض جاءه ابنه بطعام او بشراب فقال يعني هو كان صائما وهو مريض ويعلم شرعا انه ايه يباح ولكنه اثر وان تصوم خير لك. فقال له ابنه يعني اشرب والله تعالى يقول فمن كان منكم ايه مريضا او على سفر فعدة. فقال له يا بني ليست هناك ايام اخرى. الكلام ده لما يكون يعني هيقوم من الموضوع ده ايه وراح يشفى ويعود الى يمكن انما انا خلاص ما اظنش انه في ايه ايام اخرى. وفعلا مات في ايه في هذا المرض. كلهم مصيبون.
هو معروف أنه يقصد حملهم واضح يعني على أنهم يجتهدوا في الرسالة ويدركوا، ولكن لم يقصد بمعنى الآخر، ولكنه تركهم ليه؟ لأنه العقول البشرية تحتمل هذا وتحتمل هذا، فكأنه الشيء الذي أراده النبي واحد، ما يمكن يكون أراد به الاثنين أمرين، ولكنه إيه وافق الاثنين لأنه هذا اجتهد وهذا إيه اجتهد، بس ده اجتهاد من نوع وده من نوع إيه آخر. جماعة اللي تمسكوا بالحرفية وظواهر النصوص قال لا إحنا قال ما نصليش اللي خلاص مش هنصلي حتى لو جات العشاء حتى. أهو ده الجماعة اللي يبدو إنه يعني أفضل الجماعة بتوعنا. والثانيين قال لا يقصد إنه يحثنا يعني على السير حتى ندرك، وهو هذا هو المثال. لكن حتقول إيه للثانيين؟ وقفت كده معهم نص ومش هتستطيع، النص يحتمل كده ويحتمل كده، ممكن يكون أراد كده وممكن يكون أراد كده، ولكنه صلى الله عليه وسلم أقرهم جميعا ليه؟ لأن هذا اجتهد وهذا اجتهد، عارف الأولين لو ما اجتهدوش ما كانش أقرهم حتى لو أصاب الحق، لما ده أعمل اجتهاده هو فكرة وهذا أعمل، ولكن ده هذا في الفروع او في الفرعيات في الفقهيات، ولكن في العقائد لا، عندنا في الامر التكليفي ممكن عارف انت اصوله في الماشي في الفرعيات ماشي فيقر هذا ويقر هذا، لكن هات لي كده مساله اصوليه عقديه يقر فيها ما يجيش، لا ياتي هذا الا في التكاليف في الامر والنهي، اما في الاعتقاد لا ما يجيش خالص. يعني ممكن يكون المجتهدون جميعا على صواب، وهذا مبدأ قرآن، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله أقر الحق الجميع، اللي قضى لينة عليه نخلة اللي قضى واللي تركها يعني ده اجتهد ده اجتهد فبإذن الله. قوله عن التوحيد المراد به اللغوي وهو مطلق الإفراج، فبينهما جناس تام وهو اتفاق لفظين لفظا واختلافهما معنى فلا إيطاء في البيت. يعني على نبي جاء بالتوحيد يعني التوحيد الشرعي، وقد خلى الدين عن التوحيد يعني التوحيد اللغوي، يبقى هنا بينهما جناس تام. ايه الجناس التام؟ اتفاق لفظين واختلاف ليه المعنى، لكن لو كان المعنى هو ده الثاني هو الاولاني ده ليس جناس ولكن هو نفس الايه اللفظ. فارشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. قوله فارشد الخلق مرتب على قوله جاء بالتوحيد، ويؤخذ منه انه لم يتاخر عن الارشاد لحظه ما. فأرشد الخلق للبيت الثالث مش كده؟ لدين الحق بسيفه وهديه للحق. خد بالك الحق في البيت مكرر مرتين زي البيت اللي قبله على نبي جاء بالتوحيد وأدخل الدين، يبقى الحق اللي في البيت اللي في الشطر الأول معناه الحق سبحانه الاسم من أسماء الله، وفي الثاني معناها إيه الحق اللي هو المطابق للواقع يعني إلى ما هو حق يعني في العقائد والأقوال والأفعال والديانات وغير ذلك. والإرشاد يطلق على الدلالة وإن لم يكن معها وصول للمقصود، ويطلق فأرشد هنا في فاء، الفاء ما يسموها إيه؟ ها؟ ها؟ ما بينفع كده جاء بالتوحيد فأرشد الخلق على طول مباشرة الفاء للتعقيب الترتيب مع التعقيب، مع انه بيقول فارشد الخلق لدين الحق بسيفه، مع انه مشروعيه الجهاد لم تكن الا في السنه الثانيه من الهجره، كانت اله الجهاد او استعمالها كان متاخرا لم يكن عقب الايه البعث اي عقب المجيء، يبقى هنا الفاء ما ينفعش نقوله للتعقيب وإنما للتفريع، فالأحسن أن تكون الفاء للتفريع
وليست يعني مجرد التفريع وليست للتعقيب. لم يتأخر عن الإرشاد إنما الجهاد. ولذلك حيأتي كمان مسألة أخرى، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه. الباء هنا ما ينفعش كل السببية، لأن السيف لم الإرشاد لم يكن بسبب السيف، يبقى معناها الباء هنا حتكون للملابسة أو للمصاحبة، يعني حالة كونه متقلدا أو مصاحبا لسيفه. وحيأتي كلام آخر، هل كان في الإرشاد كانت يعني عندما يرشد أو يعظ الناس أو يذكرهم أو يبين لهم هل كان يتقلد سيفا؟ لا، بمعنى بسيفه يعني بهذا الدين الذي جاءت فيه مشروعية الجهاد، سواء كان السيف متقلدا له بيده أو بيد غيره. نعم، أتكلم على هذا السؤال. والإرشاد يطلق على الدلالة وإن لم يكن معها. طب لما قال فأرشد الخلق، الإرشاد هنا له معنى، يعني إما أن يكون معناه الدلالة والتبيين، يبقى كده معنى كده أرشد الخلق يعني كل الخلق. طب وإذا كان الإرشاد بمعنى صيرهم راشدين، يبقى إذن الخلق هنا ليس مرادا بهم كل الخلق، وإنما المراد بهم من آمن. الخلق يعني جميع الخلق. والله نشوف الإرشاد بمعناه الدلالة والبيان والوضوح، يبقى معنى كده جميع الخلق. رب ما بين للناس قد تبين الرشد من الغيب، البيان ده للكل، إنما التوفيق والهداية ده لمين؟ لمن آمن. يعني الإرشاد إما يكون بمعنى البيان أو التبيين أو التوضيح، وهذا للخلق أجمعين. وإما أن يكون أرشدهم بمعنى صيرهم راشدين، وهذا لا يكون إلا لمين؟ لمن آمن، وليس لجميع الخلق، لأنه لم يصير جميع الخلق راشدين مهديين، وإنما جعل مين راشد ومين مهدي؟ اللي هو المؤمن. ويطلق على الرسول، فإن حمل على الأول كان عاما للناس مؤمنهم وكافرهم، وإن حمل على الثاني كان خاصا بمن آمن. تمام، وضحت؟ نعم. العلاقة بالتوحيد في الأول والتوحيد في الثاني. إيه التوحيد في الثاني؟ الذي جاء بالتوحيد وقد عرف به. ده مش نفس الشرق ونفس البيت. نفس البيت، بيت واحد. الشطرة الأولى والشطرة الثانية تقصد؟ ما فيش بيتين، بيت واحد. ده بينهما جناس تام. جناس التام يعني لفظ واحد والمعنى مختلف. يعني التوحيد في الأول اللي هو بالمعنى الشرعي، وفي الثاني اللي هو بالمعنى اللغوي. خلاص؟ نعم. المعنى اللغوي اللي هو ضد التعدد. إنما المعنى الشرعي هو إفراد المعبود في العبادة مع اعتقاد وحدته ذات وصفات وأفعال. إنما اللي خلى عنه الدين بالمعنى الثاني، خلى الدين عن خلى العبادة إلى واحد وأصبحت آلهة متعددة. هذا هو المعنى اللغوي، تعدد الآلهة. إنما اللي جاء به مش إله واحد فقط، ده المعنى الشرعي الاصطلاحي. هم؟ ما كنت شو أقوله كل تاني؟ قول. يعني هو التوحيد مطلق الإفراد، يعني كونك تخلي الحاجة الجامعة مفرد ده توحيد. قلنا التوحيد لغة العلم بأن الشيء واحد. لكن هل الذي جاء به النبي هو مطلق الإفراد ولا إفراد معين؟ لو إفراد المعبود بالعبادة. كده وضحت؟ نعم. ولا توضح ثاني؟ لا، وقد عرى الدين هل الدين عرى عن الإفراد؟ يعني الدين اللي ما كان يتدين به أهل مكة أو الجزيرة أو العرب أو أهل الكتاب كان عاريا عن التوحيد، يعني كان فيه تعدد مطلق. تعدد مطلق. إنما الذي جاء به النبي ليس الإفراد فقط، وإنما الإفراد الخاص اللي هو المعنى الاصطلاحي الشرعي.
تريد مزيد زيادة كده انا ما عنديش تاني الحمد لله الوقت مش عاوز زيادة الا انا كان قلت لك مش ايه اللي انا عليك نقول ان الفرق حقا من ان هي للترتيب والتعقيل مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرشدا حتأتي موانع أخرى حتظهر بعد قليل وألف الخلق للعهد أي الخلق المعهود فأرشد الخلق سيبنا من بعد خلينا في الخلق الخلق هذا الخلق يعني من أول ما خلق الله خلق لا وإلا حتظهر الآل للاستغراق إنما الآل هنا للعهد يعني الخلق المعهودين يعني الذين كانوا في إيه في زمنه طب ولم يقل فأرشد الناس وهو مرسل إلى الإيه؟ إلى الناس لما قال الخلق عشان يدخل الجن والإنس والملائكة أيضا على الأرض فأرش بس إرشاد الملائكة مش إرشاد تكليفي لأنه لا يتأتى منهم للناس بحكم الجبلة هم إيه؟ طائعون الخلق اللي هم إيه؟ الثقلان الجن مين؟ والإنس وسموا بالثقلين ليه سنفرغ لكم أيها الثقلين يعني لأنهم أثقلوا بالتكاليف عليهم أعباء وأوزار ومسؤوليات ومصانع وتجارة وأزواج وطلاق مثقل يعني ممكن يموت من التفكير فيها فقط مش من القيام بها وألف الخلق للعهد أي الخلق المعهودين والمراد بالمعهودين يعني هم الثقلان هم الإنس والجن مش كلهم أي المكلفين منهم لأنه في إنس أبله أو معتوه أو مجنون أو طفل غير مكلف يبقى المراد إيه المكلفين وهم الثقلان الإنس والجن أعني المكلفين منهم فإرساله لهما إرسال تكليف بنص القرآن لا سيما في سورة الرحمن والجن يعني في سورة الرحمن وفي سورة الجن يتبين لك أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإيه؟ إلى الإنس وإلى الإيه؟ إلى عموم الثقلين وفي الحديث لهم ما لنا وعليهم ما علينا ومن أنكره كفر ومن أنكر إيه؟ الجن إرسال الجن لأنه بنص القرآن يعني ومن أنكره الإرسال أنه مرسل إلى الجن ولم يرسل للجن نبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم غير ليه نبي غيره ليه قلت غيره ولم يرسل للجن غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما فيش رسل جاءت إلى الجن إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يقولوا على الزمن فقط ما قالوا أرسل إليه قالوا سمعنا كتابه وأما حكم سليمان فيهم وأما حكم سليمان فيهم فحكم سلطنة وملك لا حكم نبوة وأما قوله تعالى يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا فلا يقتضي أن موسى أرسل إليهم بل المراد أن هذا الكتاب يدعو إلى الله كما كان يعني هم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى فهل يقتضي هذا أن سيدنا موسى أرسل إليهم ليس في الآية تصريح أو ذكر لهذا بل الذي يفهم أن هذا الكتاب يدعو إلى الله كما كان موسى يدعو إلى الله لكن ما فيش حاجة تبين أن موسى كان مرسلا إيه إليه وأما إرساله للملائكة فإرسال تكليف على المعتمد لكن بأمور تليق بهم لا تقاس على أمور الثقلين يعني عاوز يقول لك الملائكة مكلفون بطاعته بعضهم قال إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة إرسال تشريف بعضهم قال إرسال تكليف بس بأمور تليق بهم لا تقاس على أمور الثقلين والراجح اللي رجح جمهور العلماء انه ارساله ارسال تشريف وليس ارسال تكليف لكن هنا حتى لما قال لك ارسال تكليف ما واضح فراح قال لك امور تليق بهم يعني كانها يعني من المتشابه زي كما يليق بجلاله مش واضحه ايه المراد به نعم
فالأحسن أن يقال إرسال إيه؟ إشرف ليه؟ لأنه هل يكلف الملائكة بطاعة هم عباد مكرمون لا يعني لا يفطرون عن العبادة ولا ينقطعون عن ذكر الله ولا عن فما معنى تكليفهم ده تحصيل حاصل فلما نقول تشريف أفضل هو كده الواضح إنما هنا يقول لك بس لكن بأمور مش عارف إيه الأمور اللي تليق بهم لا تقاس على أمور جعلها من الكلمات الإيه الغامضة غير الإيه المفهومة والجمهور على أنها رسالة تشريف نعم وأما إرساله لبعضنا قبل رسالة النبي غير مكلفين مين؟ الجن قبل رسالة سيدنا محمد غير مكلفين قبل رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ممكن يكون تكليفهم بأمور أخرى مش برسالة لأنه قال الجن يعني آل الوجود مفيش دليل يعني ليس هناك دليل نبيع أطلاع الثلاثون إلا على كل دليل مسكوت عنه قد يكون وقد لا وأما إرساله لباقي الخلق من الحيوانات غير العاقلة والجمادات فإرسال تشريف إجماعا وأما قوله تعالى يعني معناها كيف يكون مرسلا فهمنا للإنس ماشي والجن ماشي والملائكة تشريف يبقى معنى كده باقي الإيه الخلق زي الإيه الحيوانات وزي الجمادات وجاء الجمل واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك إرساله هنا إذا كان عام كده على الخلق جميعا وعموم هذا من باب إيه الرحمة مش التكليف ولا التشريف فقوله تعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكده المرسل ليهم يعني معناها رحموا بسببه فإرساله رحمة إذا كان للإيه للحيوانات أو للمخلوقات الأخرى فعموم إرساله إليهم إيه لعموم رحمته صلى الله عليه وسلم أنها شملت إيه العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأما قوله تعالى وقودها الناس والحجارة المقتضي عذاب الحجارة فإن التعذيب لأهل النار لا لنفس الحجارة يعني اللي قال كده إنه هو مرسل إلى الجمادات غير العاقلة كأنه استدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال لك ما الحجارة حتعذب دليل على أن الحجارة أو الجمادات مكلفة بالإيمان بسيدنا محمد وإلا إيه لماذا تلقى في النار وتعذب فالعذاب ليس للحجارة ولكن لمن عبدوها فهذا نكاية وزيادة يعني احتقار لهم أو امتهان أو يعني شيء كده عامل نفسي يعني كأنه يوقع فيهم الحسرة والندم أن هذه الآلهة التي كنتم فيها تعبدونها فهي معكم في النار ولم تغني عنكم شيئا فهو معنى وقودها الناس يعني التعذيب ليس لإيه للحجارة ولكن لمين لأهل النار اللي عبدوها وأما ما ورد من أنه يقتص للجماء من القرناء فالقصاص بغير العذاب بالنار فالقصاص لكن القصاص فالقصاص تكسر القاف افتح ممكن القصاص بالمصدر والثاني هو الفعل مقصر فالقصاص بغير العذاب بالنار بل بشيء يبدي الآخر يعني القضاء بين البهائم المقتص من الجماء من القرناء هذا يدل على ايه على مطلق العدالة ومع ذلك مش هيدخل الظالم فيهم او اللي هي القرناء مش هتدخل الايه النار القصاص هنا هيكون يعني ارضاء واذهاب لما ايه بينهم من هذه الايه المجازاة فأرشد الخلق لدين الحق يبقى الحق المراد به الله سبحانه وتعالى لأنه إيه اسم من أسمائه سبحانه وتعالى الحق ومعناه إيه الثابت الذي لا يقبل الزوال أزلا ولا أبدا ولا يتصور في العقل عدمه هذا معنى بالنسبة إلى أنه اسم من إيه من أسماء الله تعالى قوله لدين الحق أي الله فإن الحق من أسمائه تعالى ومعناه الثابت الذي لا يقبل الزوال أزلا ولا أبدا معنى الحق يعني الثابت الذي
لا يسوغ إنكاره. ويستعمل الحق ده يستعمل فيه في الصدق والصواب، يعني لما يكون حق يقول الحق يعني يقول ايه الصدق، ويقول الحق يعني لا يقول خطأ وإنما يقول ايه صوابا إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب، معنى ايه أن يقول حق لا يقول خطأ. فيستعمل فيه ايه الصدق ويستعمل فيه الصواب. ويطلق الحق ده على الأقوال والعقائد والأديان. فما تسمى الحق يبقى معناها عقيدة حق، دين حق، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فيطلق الحق على الدين، ويطلق على القول قوله الحق، ويطلق على إيه الأقوال والعقائد والإيه والأديان. إيه اللي يقابل الحق؟ الباطل. أقول جاء الحق وزهق. إن إذن الحق ده شاع في الأقوال والعقائد والأديان ويقابله الباطل. أما الصدق شاع في الأقوال فقط ويقابله الكذب. نعم. إن الصدق يقابله الإيه الكذب ده في الأقوال. أما في الحق يبقى في الأقوال والعقائد والأديان. أقوال عقائد أديان. يقابله الباطل. الصدق ويقابله الكذب. ولذلك العرب يقولوا ايه الصدق له صورة واحدة والكذب له ثلاث صور. ايه صورته؟ ان تصوغ القول الصدق ده على نحو يوافق الواقع، يطابق الواقع ويوافق الاعتقاد. يعني مثلا تقول كده هذا انسان صالح وانت تعتقد انه صالح وهو في الواقع صالح، لكن ممكن انت تقول عليه صالح وهو غير كده في الواقع، غير الواقع يكذب ما تقول. اذا قلت قولا يوافق الاعتقاد ويوافق الواقع هذا عند العرب اسمه صدق. لا دي صورة واحدة، يوافق الاعتقاد والواقع. اما الكذب قال لك ثلاث حاجات، ثلاث صور. اما ان يخالف الواقع والاعتقاد، يخالف الاثنين ده كذب. واما ان يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع او العكس. اذا كان صورة ثلاث. ولذلك تجد حاجة عجيبة في القرآن الكريم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، مش كده؟ والله يشهد، والله إيه؟ والله يعلم، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أهلو ما فكناش الجهة كده حقدر تناقض. قالوا نشهد إنك لرسول، وهو في الواقع رسول الله. ويأتي الحق في آخر الآية فيقول إنهم إن المنافقين لكاذبون، يعني معناه كأنه ينفي عن محمد إنه إيه إنه رسول. قال لك هنا قلنا إيه الكذب له إيه له ثلاث صور. الصورة دي تمشي مع إيه؟ مع أن المنافقين قلنا لازم إن خالف الاعتقاد وطابق الواقع يسمى كذب، لازم عشان يكون صدق يوافق ايه. فهم عندما قالوا هذا القول خالف الاعتقاد، يعني لم يقولوها معتقدين. ولذلك تكذيب القرآن ليس منصبا على قولهم انك رسول الله، وانما على قولهم نشهد. يبقى هنا ايه مسألة اتصلت بايه بالاعتقاد نشهد، يعني عاوز يقول القرآن أنهم كاذبون، هم لا يشهدون له. نعم. والله يشهد بهذا منصب على الايه؟ على الاعتقاد مع أنه طابق الواقع. نعم. فهذه صورة من صور الايه؟ الكذب. نعم. يعني إن خالف الاعتقاد يسمى كذب، وإن خالف الواقع يسمى كذب، وإن خالف الاثنين من باب أولى. نعم. ثلاث صور للايه؟ أما الصدق صورة واحدة، لكن لا يؤاخذ الإنسان شرعا كما قال الله تعالى
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ولذلك يسمى عند العرب يقال زي رسول الله كذا كذب كذب سعد، ولا يريد أن يصف سيدنا سعد بالكذب، ولكن كذب يعني أخطأ، معناها إيه الخطأ. يبقى معناها إيه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا كذب الإنسان وجرى على لسانه الكذب دون أن يعتقد ذلك هو ليس مؤاخذ شرعا، لأنه لم يتعمد خطأ ذا. وليس عليكم جناح ولكن ما تعمدت. والله تعالى لا يعاقبنا على ما يخالف الواقع، وإن بعض الناس يقولها بحسن نية أو بحسد، ولكن يعاقبنا على ما يخالف الاعتقاد، ولكن ما تعمدت إيه قلوبكم حتى ولو طابق الواقع. ما هو ضرب ده بالصدفة، جت يا بالصدفة كده معك، ما جتش كده. أهم حاجة إيه الجهة اللي منصب عليها الاعتقاد، اللي هي اللي عليها النية وعليها العمل. أما الواقع أنت يعني أنت مثلا واحد جاي من بعيد قلت هو مثلا من الشيخ فلان جاي وأنت صادق 100%، ثم تبين أن خدعك البصر أو يعني أنت ما دققتش أو واحد شبهك، هل أنت تؤاخذ على ذلك؟ ده حتى في اليمين لا تؤاخذ، لا يؤاخذكم الله باللغو ولكن يؤاخذكم بما إيه عقدتم، رجعت إليه بالاعتقاد عقدتم حتى المادة واحدة. وفي الآية الثانية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني باللي انت اكتسبت. ومعناه الثابت الذي لا يقبل الزوال أزلا ولا أبدا ولا يتصور العقل عدمه. قوله لسيفه وهديه للحق، إن قلت إن إرشاده بالسيف لم يكن عقب البعثة. إذا نقول كده فأرشد الأحسن زي ما قلنا في الفائدة أنها تكون للتفريع، يعني تفرع على ايه على على مجيئه الارشاد، ثم القتال ثم الجهاد كلهم بايه يعني. حتى قال حتى الذين قالوا للتعقيب قولهم صحيح، ولكن قالوا التعقيب في كل شيء بحسبه. وهو اللي قالوا للتفريع قالوا عشان ايه؟ قالوا لما نقول للتعقيب يعني معناها جاء بدين الحق وقد خلت دينه عن التوحيد فارشد في حال كونه متلبسا، وتاخذ البيت كله على بعض متلبسا بسيفه، وهذا لم يكن الا بعد 13 او 15 سنه، بعد 15 سنه. فكيف تكون الفاء للتعقيب؟ قالوا التعقيب في كل شيء بحسبه. زي ما نقول ايه تزوج فلان فولد له، هل معقول تزوج فولد ولا يعني التعقيب في كل شيء يعني بعد الزواج وكذا ولد له، قال فاء هنا للتعقيب ولكن ايه في كل شيء بحسبه. ممكن تكون التعقيب لكن على هذا الايه المعنى. ومعنى الباء في بسيفه يعني حال كونه متلبسا بسيفه، ها ارشادا مصورا بهديه. ليه ما ينفعش نقول الباء للسببيه؟ لأن الإرشاد والدلالة لا يكونان بالسيف قطعا بل باللسان. هو الإرشاد حكم بالسيف ولا باللسان؟ لا، هو المراد بالسيف السيف هو آلة الحرب، حتى لو كانت حجر، أي حاجة تحارب بها، ترميم نعل، ترميم حجر، ترميم زجاج، أي حاجة تستعمل آلة. لكن سميت أطلق السيف هنا لأنه أشهرها وأعظمها، أشهر حاجة في القتال فيه النبل وفيه الرمح وفيه الدرع، والآن في آلات حديثة. ويطلق السيف لأنه إيه؟ وليس المراد السيف فقط، ولكن كل آلة تستعمل في الجهاد. ولذلك السيف اللي هو آلة الجهاد التي يباح بها قتال الحربيين حتى الحجارة. فقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأشب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما لماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة؟ لم يفسرها بالسيف وإنما ولا بالرب، قال ألا إن القوة الرمي. شو كلمة الرمي؟ سبحانه، كلمة صالحة إلى أن تقوم الساعة. رميته بالسيف بالنبل بالحجر بالقنبلة بالنابال، أي رمي، كل ما يرمى به الايه الاعداء. الا ان القوة الرمي، جاءت كلمة عظيمة وجاءت بما يناسب العصر. ما استطعتم ومن رباط الخيل، كلمة من قوة ايه
تشمل اي قوة تحارب بها الايه الاعداء. فقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة يوم احد، وسيدنا عكاشة في غزوة بدر، عكاشة كان بيده سيف فانكسر، انكسر السيف، فدفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم جزلا من حطب، حطب حوت حطب، حين انكسر السيف في يده يوم بدر وقال له اضرب به، فعاد في يده سيفا صارما، ازاله حطب فوقفت في سيف في يده سيفا. يبقى اقتصر على السيف هنا في البيت لانه اشهر ما يحارب به. يبقى اذا السيف هنا المقصود به الذي جاء بمشروعية مقاتلة اعداء الله، سواء كان بيده او بيد من تبعه الى يوم القيامة. يعني مش معناها السيف ده متلبس به ومتقلد له ومعه في يده، لا، ولكن معناه جاء بمشروعية محاربة أعداء الله، سواء كان السيف في يده أو في يد من هو من أتباعه. فلما قال فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه، المفروض يقدم إيه على إيه؟ المفروض يقول له بهديه وسيفه، ولكنه قدم السيف ليه على الهدي. ليه؟ لأن الهدي ده معروف أن الهدي سابق على الجهاد، الهدي كان بلسانه وبتشريعه وبأحكامه، فالمفروض يقدم الهدي لأنه سابق لما للجهاد من أهمية عظمى، ولأن ما جاء به من الهدي لا يظهر إلا بالجهاد خصوصا في مبدأ دعوته. يعني قال بسيفه ليه؟ لأنه كانوا مستضعفين، فلو لم تكن لهم قوة ولو لم يكن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالحق إن لم تكن له قوة دحمه مش هينتشر، ممكن هو مش هيحاربوك، لكن إذا كنت ضعيف مش هتستطيع تنتشر ولا هتستطيع تبلغ. فالمراد بالقوة هنا أو السيف ليس لحمل الناس كما يظن الجهلة أو لإكراههم على الدخول في دين الله، وإنما السيف أو القوة المراد بها حراسة هذا الدين، يعني الحراسة وتأمينه عشان نستطيع نمشي في أمان وسلام. فلازم يكون معانا قوة، اللي يتعرض احنا مش هنحمل الناس ولا نكره، هذا مبدأ مرفوض لا إكراه في الدين. مش ممكن يكون السيف هنا المراد به الإرشاد، ولكن السيف المراد به القوة التي تحرس هذه الدعوة حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته من بعده أن يبلغوها إلى العالم. ولذلك لما ما فيش قوة مش نستطيع نبلغ أي شيء ولا نعمل أي حد. هذا هو ليه وذلك قدموا ليه؟ لأنه الجهاد أهميته عظيمة، وحراسة هذا الدين وتأمينه وتأمين نشره. بعض الناس يفهم كده أنه ما فيش حروب أو غزوات إلا فقط لرد العدوان، وهذا خطأ. كان تقرأ في البعوث والسرايا في كتاب صحيح البخاري ومسلم تجد كان يبعث البعوث، ما فيش لا حرب، عشان بس استعراض مناورات عسكرية، عشان ما حدش يفكر احنا بينا عندنا جيوش وعندنا أبطال وقتال، يعني عشان ما حدش فيكم يفكر كده يتلاعب او يجي مثلا ينقض علينا. فأهمية الجهاد او مشروعيته فقط ليست رد العدوان، كما يقول بعض الناس اوقعونا في مشكلات غريبة. اول ما قال الاسلام انتشر بالسيف وقال هذا ضد الإسلام، دين رحمة وسلام ووئام، ومسحوا كلمة الجهاد من الدين، فده مصيبة. عالجني الخطأ بخطأ أكبر، فبدل ما نقول الإسلام ما فيهوش سيف ومحبة وراح كأنه مسيحي، لا، في سيف وفي حجارة وفي قنابل، بس لمين؟ عندما يستدعي الأمر، وليست لإكراه الناس، يعني لإعزاز الدين وحمايته، وليس لإذلال الناس ولا لإرغامهم ولا لإكراههم. فالجهاد موجود، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذل، وضربت عليهم الأذلة.
شوف كده، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، شوف كده، ليظهره على الدين كله، ولا يمكن أن يتم الظهور إلا بالقوة التي تحمي هذا الدين، ليظهره على الدين. حيتقابل مع ملحدين ومع أهل كتابه وحيعقد المصر، لابد أن تكون إيه القوة موجودة، وإلا لا يستطيع أن يخرج من بيته، مش من مكة، من بيته، إذا لم تكن هناك إيه قوة. لكن هم فسروها أن القوة دي للبطش والاستيلاء، وقد يكون استغل إيه الجهاز باسم الدين كثيرا، عشان كده شوه إيه الموضوع. نعم، الدعوة الإسلامية في عهدها اللي أنا قلته الحمد لله. قوله بسيفه وهديه، إن قلت إن إرشاده بالسيف لم يكن عقب البعثة بل كان بعد الهجرة، فلم يحصل التعقيب. يعني يقول لك كيف تقول التعقيب وما كانش يعني عقب الايه البعث، فالجواب ايه؟ وجيب بأن التعقيب بالنسبة للأمر به، أي فحين أمر بالجهاد لم يتأخر أبدا بل كان أيضا، يعني أرشدهم بهديه وبجهاده حين أمر به، بس ده تكلف وتقدير. والمراد بالسيف آلة الحرب فيشمل غيره، فهو من تسمية الكل باسم البعض الأعظم والأشهر. قوله وهديه، المراد به القرآن والسنة، فكان صلى الله عليه وسلم، يعني هذه تشمل إيه قوله وتشمل فعله وتشمل خلقه وتشمل كل ما كان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه ليه القرآن، يعني كل ما جاء به من الهدى. المراد به القرآن والسنة، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يراسل الأعداء أولا بالقرآن والدعوة للإسلام، فإن أجابوا للإسلام فظاهر، وإلا أعلمهم بالتهيؤ للجهاد. وهكذا أصحابه وخلفاؤه من بعده يجب عليهم أن يفعلوا هكذا. قوله للحق هو مطابقة الحكم للواقع، فبينهما جناس تام ولا إيقاء في البيت. الحق الأول لفظ واحد والثاني، ولكن ده مختلف إيه في المعنى. وجيدا هنا الفاء زي ما قلنا إما للتفريع وإما للتعقيب، ولو كانت على التعقيب يبقى في كل شيء تقول مثلا جاء فلان سلم، يعني أول ما جاء سلم على الناس، أو تزوج فولد له أو يجاب، لأن الفاء تأتي بمعنى ثم، أي جميل بمعنى جديد، الفاء تأتي بمعنى ثم، كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الذي إيه قدر فهل، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء، هل لم يخرج يجعل ولا ثم جعله، إن الفاء تأتي بمعنى إيه. والإرشاد إما بمعنى تصييرهم راشدين، يبقى حيكون إيه خاص بمين، بمن آمن، أو بمعنى الدلالة فيكون إيه عاما. وإنما استقام العموم في الخلق مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يرشد من لم يجتمع به، يعني قال فأرشد الخلق، معناها أرشد الصحابة بس، إنما التابعين اللي بعدهم لم يجتمع بهم، فكيف يطلق الإرشاد عاما؟ قالوا المراد بعموم الإرشاد أعم من أن يكون بنفسه أو بواسطة كمن جاء بعده أو كان في زمنه ولم يجتمع به. يبقى فأرشد معناها إما بنفسه أو إما بواسطة أتباعه إلى يوم القيامة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.